اهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم Deep Learning from Scratch. تصميم وبناء النماذج في التعلم العميق وذلك من البداية وبشكل يدوي. فقمنا في الدرس الماضي بتهيئة الداتا التي سوف نقوم باستخدامها وتجريبها على هذا الموديول الخاص بال LSTM Long Short Term Memory. وهنا لدينا الفورورد من أجل القيام بتبريد الداتا والباكورد من أجل القيام بالأبديت والتعلم نسبة إلى هذه البوابات وهذه الهيكلية. فالآن سوف أقوم ببناء توابع وذلك من أجل القيام بالتعامل مع هذه الداتا أي توابع فعليا عن الأرقام من 1 إلى 100. فسوف أقوم مثلا ببناء توابع train و test ضمن هذه الهيكلية وهذا الكلاس. فمثلا هنا ضمن بنية الكلاس نقوم بالضغط على tab ونقول هنا define train خاص بالسيل وأيضا x و y أي تقوم ببنائها وتهيئتها بهذا الشكل. فالآن سوف نقول مثلا من أجل هذه x قم فعليا بتحويلها إلى أرقام وصيغة رقمية وعبر عنها ب 100 vector أو 100 encoder نسبة للتابع الذي قمنا بكتابته في الدرس الماضي والذي هو موجود أعتقد بهذا الشكل. فنقول هنا قم بجلبه كما هو وفي هذا المكان نسبة لهذا التابع عند هذا الكاركتر واللينك فعليا تعبر عن char size. أما بالنسبة لهذه فهي تقوم بالتحويل من كاركتر إلى index وهنا سوف نقول من أجل كل كاركتر موجودة بهذه الاكس بهذا الشكل وبعدها نقوم بالدخول في حلقة نسبة للأبوكس. فمثلا سوف نقول هنا أبوك موجودة ضمن الرينج الخاص بهذه الأبوكس من سيل أبوكس وهي فعليا موجودة. إذا قلنا هنا بالاطلاع على هذه البنية فنراها بهذا الشكل هنا بإسنادها بهذا المكان. فهنا إما نقوم بالتعبير عنها باسم متحول هو underscore لأنه فعليا لا أقوم باستخدامها وإنها فقط تعبر عن عداد. فهنا سوف نقول prediction تساوي من cell forward على هذه الx وبعدها سوف نقوم بحساب الايرور. مبدئيا سوف تساوي القيمة الفارغة وهنا نقوم بدخول في حلقة for نسبة للإندكسات الموجودة من الرينج الخاص بهذا الطول هكذا مثلا prediction سواء prediction أو الاكسات أو الوايات فهي بنفس الطول. هنا نقول مثلا errors زائد تساوي نقوم بالإضافة عليها وهنا بما أنه نقوم بالتعامل مع soft max الذي يعبر عن الاحتماليات فالخطأ فعليا هو أن لا يكون يعبر عن 100. فعلى سبيل المثال إذا كان لدينا هذه القيم 0.1 و 0.1 لدينا ثلاث قيم ونعلم أن مجموع الاحتمالات في soft max يجب أن تكون 1 فهذه ينبغي أن تكون مثلا 0.8 والمجموع 1. فهنا ينبغي أن تكون هذه 1 وهذه 0 وهذه 0. إذا هناك أخطاء إذا قلنا هذه بضربها بناقص 1 فسوف تصبح هكذا وقلنا بجمع إليها 1 بهذا الشكل زائد 1 فالمقدار هو 0.2 وهو مقدار الخطأ. إذا سوف أقوم بحسابها بهذا الشكل فنقول هنا أولا قم بالإضافة ناقص soft max الذي قمنا ببنائه في هذا المكان. هنا سوف نقول مثلا prediction وذلك عند هذا الاندكس تمام وبعدها سوف نقول errors ناقص 1 وبعدها نقوم بتعيين هذا الاندكس. هنا نقوم بالتحويل من character إلى index نسبة إلى القيمة الحقيقية وهي ال y عند هذا الاندكس فنقول هنا y ونقول هنا index بهذا الشكل. فهنا لدينا هذه القيمة المقابلة لهذه القيمة وهنا قمنا بتحويلها إلى index من أجل القيام بالتعبير عن مكانها وجمع إليها قيمة 1 للتعبير عن الخطأ فنقول هنا زائد تساوي 1 بهذا الشكل. وبعدها بعد الانتهاء من هذه الحلقة وضمن الحلقة الأساسية في هذا المكان فنقول هنا cell backward نسبة إلى الانبوت والذي فعليا إذا قمنا هنا بالاطلاع لدينا الإكسال والذي يعبر عنها بطول char size ولدينا هنا hidden state التي تعبر عنها بطول hidden size كما هي موجودة هنا لدينا hidden size والinput size. فهنا سوف نقول مثلا بعد أن قمنا بالدمج وذلك باستخدام concat input فأستطيع القيام باستخدامها هكذا ونقول هنا errors تمام. من ثم سوف نقول هنا قم بإنشاء تابع test ولكن دعونا نقوم هنا بتدريب مثلا دعني أقوم بتعليق هذه مؤقتا
وفي هذا المكان نقوم بإنشاء مربع جديد، ونقول هنا هو مثلا بإنشاء أوبجكت من هذا الكلاس نسبة إلى هذه البريمترات، نقوم بجلبها. لدينا هنا هذه البريمترات هكذا يساوي من LSTM class. لدينا هذه البريمترات الانبوت سايز يساوي الشار سايز زائد هيدن سايز، يعني يقول بهذا الشكل. والهيدن سايز يساوي مثلا 25 كيفما نشاء، لن يقوم إيجاد هذه بهذا الشكل. أما بالنسبة للأوتبوت سايز فهي تساوي شار سايز هكذا، وبالنسبة للإبوكس مثلا ستكون مساوية إلى 1000، وبالنسبة للليرنينج ريت ستكون مساوية إلى 0.5% بهذا الشكل. لنرى، تمام، نرى هناك كيف تم الإنشاء ولا يوجد مشاكل، ممتاز. إذا قلنا مثلا train نرى كيف هي موجودة، ولكن علينا القيام بإدخال الـ X والـ Y، وهي فعليا تتعلق قيمتان، هذه الـ X وهذه الـ Y. لنرى، نرى هنا فعليا كيف يقوم بالعمل والتدريب، ولكن أحتاج إلى القيام بإنشاء مؤشرات، فإما نقوم بطباعة عبارات مثلا please wait أو loading، أو أقوم باستخدام مكتبة خاصة بعملية progress على المعالجة والتحميل وهي مكتبة التقدم. فإذا قلنا هنا import أو from تقدم import لتقدم بهذا الشكل، وهنا عند الحلقة الأساسية إذا قلنا تقدم وقلنا تغليفها هكذا لنرى، فنرى الآن كيف قام بإنشاء هذه العبارات المعبرة عن الزمن والمدة المتوقعية والبروغريس نسبة المعلومات المنشأة في تابل ترين. تمام، بعدها ريتما يقوم بالانتهاء دعنا يقوم بكتابة التابع الخاص بالتست. فهنا سوف نقول مثلا لدينا هذا التابع تست، أيضا نقوم بتمرين self لأنها method ضمن class LSTM، وأيضا لدينا الx والy. فهنا بشكل مشابه نقوم بحساب الاكسل ونقوم بتحويلها إلى صيغة رقمية هكذا، وبعدها سوف أقوم بإنشاء accuracy مثلا القيمة الأولية 0، وهنا فعليا المعلومات التي سوف أحصل عليها سوف تكون predictions، وهنا سوف نقول predict مثلا تساوي من cell forward لهذه الـ X بهذا الشكل. ومن ثم سوف أقوم بإنشاء output يعبر عن الخرج الأساسي وهي نصوص، ونقوم مبدئيا بتهيئتها بهذا الشكل، وبعدها نقوم بإنشاء حلقة index ضمن الرينج الخاص مثلا بهذه الأطوال كي تكون مثلا إما الـ X أو الـ Y أو Predicts هكذا. وهنا فعليا الـ Y Predict سوف يساوي هي القيمة المختارة نسبة إلى هذه الاحتمالات المعبرة عن Predictions، فعليا سوف أقوم بالحصول على هذه القيمة بعد القيم الاعتماد على هذه الـ Vectors المنشأة من الـ Forward، والتي سوف أقوم بانتقاء قيمة منها نسبة إلى الاحتماليات. فمثلا سوف أقوم هنا باستخدام، طبعا هنا تم التدريب ولا مشكلة. فمثلا في هذا المكان إذا قلنا لدينا نمبي random choice، ولدينا هنا مصفوفة مثلا أي نيكو هكذا مع probabilities 4 قيم، فمجموع الاحتماليات سوف تكون 1، لذلك إذا قلنا 0.1 هكذا، والأخيرة سوف تكون 0.6 بهذا الشكل، فالمجموع 1. لذلك إذا قلنا هنا قوم بالانتقاء لدينا أولوية لاختيار 4 كما نرى، وإذا قلنا جعل هذه 1% هكذا وهذه 96، والاحتمالية الكبرى أن أقوم بانتقاء رقم 4 بهذا الشكل. إذن هنا نسبة الاحتماليات أقوم بانتقاء قيمة، وفعليا سوف أقوم بالتعبير عن هذه القيم نسبة إلى الكاركترز. فلدينا فعليا char size وهي 19، لذلك سوف أقوم بشرديها وأقوم بضيها ضمن range، وسوف أقوم بتحويلها إلى قيم مفردة هكذا بهذا الشكل من 0 إلى 18، تمام. فهذه سوف أقوم بضيها في هذا المكان
وهنا سوف أقوم بتعبير عن الاحتمالية التي يقوم بحسابها باستخدام Predicts. الآن أقوم بجلبها كما هي هنا ونقول هنا Predicts وذلك عند هذا الإندكس بهذا الشكل ضمن Softmax وهو التابع المسؤول عن تحليل الاحتمالية هكذا. وطبعا هذه في حال كانت الأبعاد ليست واحد فسوف أقوم بتوحيدها، بمعنى إذا كانت هذه القيم المعبرة عن الاحتمالية هي مصفوفات هكذا متشعبة يعني أقوم بجعلها كمصفوفة، ففي هذه الحالة سوف أقوم بالريشيء وذلك ناقص واحد لجعلها في قيمة واحدة بهذا الشكل. فهذه أيضا سوف أقوم باستخدامها وذلك في هذا المكان تمام. وهنا سوف نقوم بتسجيل هذه ولدينا هنا softmax ومن ثم تابعت choice ممتاز. وبعدها أقوم بتحويل هذه القيمة العددية إلى character، لذلك سوف نقول هنا قوس مربع وهنا في البداية قوس مربع، فهذه القيمة تعبر عن index. وهنا سوف نقول من index إلى char لنجد القيم بالتحويل بطريقة معاكسة من index إلى char تمام. ومن ثم سوف أقوم بإضافة هذه إلى الأوتبوت، فنقول مثلا أوتبوت زائد تساوي هذه القيمة. وبعدها في حال مثلا كانت هذه القيمة مساوية إلى الواي عند هذا الإندكس فهنا لدينا تطابق، فنقول accuracy زائد تساوي الواحد. وبعدها سوف نقول مثلا عند الانتهاء print وذلك بالقيمة الحقيقية true value one ضمن quotation، ونقول هنا لدينا الواي وأيضا predicted value وهي الأوتبوت. وأخيرا سوف نقول accuracy مثلا سوف تساوي هذه القيمة، سوف أقوم بحسابها بنسبة مئوية فأقوم بضربها بمئة مع التقسيم اللينث الخاص مثلا بالأوتبوت بهذا الشكل، ونقوم هنا بتغليفها مثلا بتابع الراوند، فنقول مثلا نعم بهذا الشكل. وهنا سوف نقول مثلا إشارة النسبة المئوية لنرى، نقوم بالتحديث. وهنا إذا أردنا القيام بالاستخدام فمثلا الاستيام نسبة للX والY لنرى هناك أخطاء دعنا نتأكد. سوف أقوم بإنشاء هذا الأوبجكت مرة ثانية، وفعليا عندما قمنا هنا بإنشائه كان هذا التابع غير موجود. سوف نقوم الآن بالمعالجة مرة ثانية لا مشكلة. تمام الآن إذا أردنا القيام التجري ففعليا سوف أقوم باستخدام هذه train x و train y، فنرى هنا كيف قام بتباع true value هكذا و predicted value بهذا الشكل وهي القيم المتنبأة، ونرى الدقة الخاصة بها 98.94% مقارنة مع شبكات العصبونية العمودية التقليدية RNN. بهذا الشكل نرى الأثر الخاص بهذه الشبكات المتقدمة نسبة إلى هذه الأركيتكتشر وهذه البوابات التي تقوم بالتحكم بسير المعلومات ومن ثم القيام بالتدريب والباكبورد نسبة لهذه العمليات. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، نرى كيف قمنا بإنجاز بنية LSTM Long Short Term Memory المعقدة إلى حد ما، وذلك خطوة خطوة بدءا من مشروع فارغ ووصولا إلى هذه النتائج الجميلة. فكما نرى مثلا لدينا هنا بعض الأخطاء، فهذه 34 هكذا وهذه 35 فهي ليست دقيقة 100% لكن أداؤها ممتاز جدا. شكرا لكم لحسن استماعكم وألقاكم في الدرس القادم. سلام.